ازاي اقدر افرق بين manage to و succeed in؟ الاتنين معناهم ان الشخص بينجح في حاجة او بيتمكن من الوصول لحاجة، بس الفرق ان succeed in دايما بيجي بعدها الverb في ال gerund form، في ال ing form. يعني مثلا هقول despite the difficulties احمد succeeded in getting the promotion، بالرغم من الصعوبات احمد نجح في ان هو يحصل على الترقية، لكن manage to دايما بيجي معاها الverb في ال infinitive، ما بحطلوش اي تصرفه. يعني لو خدت ال example نفسه تاني هقول despite the difficulties احمد managed to get the promotion، احمد نجح في ان هو يحصل على الترقية او تمكن من ان هو يحصل على الترقية. وبس كده، انا ميس نريمان وهبقى معاكم 30 حلقة بتوع رمضان عشان اعرفكم simple tricks.